استعدادات الفرق في النادي الاهلي يعني بتسير على قدم وساق استعدادا للموسم الجديد، وهو ده النادي الاهلي مؤسسه كبيره تعمل بانضباط وانتظام. خلينا نروح للكره الطائره سيدات، واللي بيستعدنا ايضا للموسم الجديد، وطبعا ده من خلال رفع الحمل البدني. زي ما حضراتكم عارفين كل جماهير النادي الاهلي متابعه الطايره بشكل يعني خاص الموسم ده، عشان تطمن على الفرقتين محتاجين ان شاء الله دوري وكاس ان شاء الله للفئتين هذا الموسم. كاميرا الابطال كانت موجوده في تدريب الفريق وصورنا التقييد، هتفكر اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. الحمد لله احنا بدأنا الموسم ده مع جزء من اللاعبين، كان الباقي موجودين مع منتخب مصر، والحمد لله احنا بادئين الاعداد البدني القوي بتاعنا بتنميه العضلات والكلام ده كله، مع تثبيت للمهارات بتاعه الكره الطايره، على اساس ان احنا بنغير شويه في السيستم بتاع اللعب بتاع الفرقه عن الموسم اللي فات عشان نحقق احسن مستوى ان شاء الله. والله تبقى حسب، لان اللعيبه اللي في المنتخب بتستمر تلعب مده طويله، فبتحتاج شويه راحه الاول، وبعد كده احنا عشان ندخلهم تاني ويرجعوا بعد الراحه دي كاني ببدا من اول، لكن مش من الصفر، يعني ببدا من اعلى شويه في الكيرف بتاع المستوى البدني الاول، وبعدين المهاري مع الاستمرار بيبقى هو بيوصل بيهم للاخر ان شاء الله. احنا بدانا التدريبات من 1/7 مع الكابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني. احنا بنختص بالشق الاداري بس للفريق بالنسبة لتنفيذ طلبات المدير الفني من 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 صرف أجهزة أو أدوات تساعد الفرقة في التدريب، ولو في حاجة مش متوفرة في المخازن وكده، النادي متمثلا في النشاط الرياضي الكابتن خالد العوضي بيحقق لنا الطلب دوت عن طريق تعاقدات خارجيه. في شق تاني اللي هو تسجيل اللعيبه، احنا مهمتنا ان بناخد القايمه من المدير الفني اللعيبه اللي عايزه اللي هتتسجل في الفريق. احنا بادئين من شهر 7، بادئين كل يوم تمرينات وتمرينات قويه، فتره اعداد، عاملين فتره اعداد كويسه جدا. دلوقتي احنا دخلنا من اول الاسبوع اللي فات تقريبا، واحنا بنتمرن الصبح وبالليل في ايام معينه، بنتمرن الصبح وبالليل عشان الكابتن بيركز فيها على مهارات مثلا احنا مش عندنا وقت كتير ان احنا نصلحها او نغيرها، فبيجيبنا الصبح نعدل المهارات دي، وبالليل بيبقى اغلبيته شغل ملعب وكده. طبعا هدفنا السنه دي ان تحقيق الرباعيه، دوري والسوبر والكاس وافريقيا باذن الله. الفرقه كلها مستعده بشكل كبير يعني، وحتى في دماغها ان شاء الله باذن الله ما فيش اي بطوله هتقع منها السنه دي. بس عندنا اصابات وعندنا طبعا يعني حاجات لسه يعني مش مكتمله، بس يعني ان شاء الله باذن الله كابتن ابراهيم بيحاول يعوضها باذن الله يعني ننجح فيها. طبعا احنا استعداداتنا ابتدت من تقريبا شهرين، ابتدينا ان احنا بنجهز بقى بدنيا وتكنيكالز حاجات كده في الملعب. ابتدينا ان احنا نتمرن فردي اكتر، كل واحده تتمرن على المهاره بتاعتها اكتر. ابتدينا كمان تمارين صبح وبالليل، بنشد على نفسنا دلوقتي جامد قوي، حتى كمان في الجيم مهتمين قوي بكل حاجه بنتمرنها، بس بنتمرن وبنطبق حاجات كابتن ابراهيم طبعا بيقولها لنا في الملعب، وبدايه لسه واحده واحده كده، بس ان شاء الله يعني يبقى موسم قوي ان شاء الله. احنا السيزون ده احنا بادئينه بقوه قوي عن السنه اللي فاتت، يمكن بادئين زي انت بتقولي بقالنا 3 شهور، بس كفوليو كفيتنس لا احنا بادئين كويس قوي. عايزين نعمل حاجه غير السنه اللي فاتت. طبعا السنه اللي فاتت كانت بالنسبه لنا ما كانتش احسن حاجه، لان احنا خسرنا بطوله من 3 بالنسبه للناس كويسه، بس احنا بالنسبه لنا لا مش كويسه خالص. فاحنا السنه دي داخلين احنا كنفسيا وككل حاجه اقوى من الاول بكتير، عشان احنا عايزين ناخد كل البطولات يعني ان شاء الله. طبعا هو مركز معانا على حاجات كتير قوي، بالذات كله كفولي، يعني اللي هو احنا ايه الغلطات اللي كانت عندنا، ايه هنصلحها، بنغير شويه في السيستم بتاعنا، فطبعا بيقول لنا على حاجات كتير فولي يعني. ده طبعا استعدادات قويه، ومعانا جهاز فني جديد، جهاز فني على اعلى مستوى. احنا التمرين شغالين بقوه، واشتغلين تمارين صبح وبالليل، بنحاول ان احنا السيزون ده ان شاء الله نستعد جامد ان احنا نحقق كل البطولات، ونبقى جاهزين لاي صعوبات تواجهنا في الدوري او في الكاس، وان شاء الله نحقق كل البطولات.
هو ابرز تعليماته ان احنا طول نبقى مركزين في الفولي. هو يعني بيحاول ان هو يوفر لنا كل حاجه، ان احنا كنا نكون بس تركيزنا في التمرين، وما تركيزنا ما يضيعش بره التمرين. هو دي كل تعليماته دلوقتي، وده وبنبذل كل مجهودنا في التمرين.